السلام عليكم. بيركن، إرمي، الكلمات دي تعني لكم شيء؟ الكلمات دي قد ما تعني شيء للشباب، لكن البنات أظن يعرفونها. بيركن هي شنطة من شركة اسمها إرمي، معروفة عند النساء. الشنطة دي تعتبر من أغلى الشنط النسائية بالعالم. وش فيها؟ هي مصنوعة من جلد التمساح، وتبدأ أسعارها تقريبا من 30,000 ريال وانطالع. لها قوائم انتظار ومرات تمتد لسنوات. يقال أن الآن الموضوع هذا تغير. الشنطة يستخدم فيها قاعدة السكيرسيتي برينسيبل، أو هي قاعدة الندرة. العدد المصنوع من الشنط هذه عدد محدود، كمية قليلة، فيزيد الطلب عليها، أو كما يقال. طبعاً وش جاب طاريها؟ كنا بالفصل نتكلم عن أنواع المنتجات، وهذه تسمى بالسبيشالتي برودكت. السبيشالتي برودكتس المقصود فيها المنتجات الخاصة. المنتجات الخاصة هذه غالباً تكون عالي سعرها ولها شغلة ثانية. من صفات المنتجات الخاصة دي، إذا ما حصلت المنتج هذا اللي تبيه ما أنت بشاري. يعني إذا هذه ما حصلت الشنطة دي ما هي بشارية. دائما مرات الواحد لما يتفكر في المنتجات إنه والله يبي يجيب الناس له ويجذبهم، بس مرات الطلب أعلى من الموجود. مثال آخر بسيط، أحد سيارات الرانج روفر الحديثة كان عليها طلب عالي جدا، قام فيها قائمة انتظار. بس مش بس كذا، صار في سوق لقائمة الانتظار. شلون يعني؟ يعني من كثر الطلب الناس كانت مستعدة إن تدفع للي قبلها علشان تاخذ دوره. وحسب ما وصلني إن الدور كان 50,000 ريال. يعني تخيل إنك تدفع 50,000 مو عشان السيارة، علشان الدور، يعني تشتري الدور اللي قبلك. والله هذا اللي يبغانا نطبقها عندنا بالكلاسات، تدفع ولا لا تحضر. ففي سوق كبير اسمه سوق قائمة الانتظار، يعني الناس مستعدة تدفع علشان بس تكون في القائمة وقدام. من القوائم الانتظار ذي بعد وين؟ قائمة السفر للفضاء. نعم، للفضاء. السفر للفضاء حسب آخر علمي كان 20 مليون دولار للشخص الواحد، والقائمة الانتظار طويلة. نرجع لموضوع الشنطة. عملت بحث سريع في جوجل على بس كلمة waiting، انتظار، شوفوا النتائج. في شغلة ثانية بعد على موضوع الشنطة، تعتبر شنطة إرمي بيركن شنطة استثمارية. شلون يعني استثمارية؟ يعني يزيد سعرها من سنة لسنة، فصار عليها طلب عالي فصارت استثمار. وفي أحد المقالات يقارنونها بالS&P إندكس حق الأسهم في أمريكا، إن العائد على الشنطة أعلى. اللي تشوفونها ذي هي أغلى شنطة نسائية بالعالم، وصلت في أحد المزادات إلى أكثر من 1,000,000 ريال. ما عندنا أصلاً قروش، والسوالف اليوم كلها فيها فلوس. الله يغنينا وياكم. المهم، عندكم منتجات تعرفونها فيها قائمة انتظار والناس مستعدة تدفع لها؟ علمونا. والسؤال هنا، هل تقدر تصنع منتج وتصنع منه قائمة انتظار الناس مستعدة تدفع له؟ ورنا. ننتظر منتجاتكم وقوائم الانتظار. عاد ها، لا تنسونا من قريشاتكم. وموفقين وفي أمان الله.